اللاعب المهاجم العراقي هاد السيد مشت الاحصائيات ديالو والله العظيم الى شوف هاد السيد هذا له كل الاحترام. بعد اول حاجه قبل ما نقول له كل الاحترام نقول للمسير الرجاوي الذي اشرف على المفاوضات مع هذا اللاعب هذا له كل الاحترام هو الاول، لانه باش يطيح عليك هذا اللاعب هذا. وما نساوش انه اغلب الاتجاهات في انتدابات كتمشي للاعبين الافارقه كنعرفوا، ولكن حتى واحد ما فكر في اللاعب العربي. اللاعب العربي راه هناك دي طالون اللي هما في المستوى العالي، فقط خاص البحث والتتبع ديالهم. ففاش كتلقى لاعب بحال هذا والله العظيم مشيت الاحصائيات ديالو كتخلع، داكشي عدد داكشي اللي ماركي راه زعما شوف اصاحبي، تصور انه مع الفريق ديالو مع الفرق اللي لعب معاها هاد اللاعب هذا، يعني لعب 84 مباراه سجل فيها 50 هدف وعطى 5 ديال لي زاسيست. فاش تسجل 50 هدف راه انت من المهدافين الكبار، وفاش كتعطي 5 ديال لي زاسيست ما معناه ان المهاجم ما كيعقلش على بنادم ملي كيوصل للكاري، ما كيعقلش ما كيعطيش باس، كتوصل للكاري كينزل عليها باليمنى ولا بلاصه باق الشبكه. وهذا هو الفاسانط، شي لا فاسانط يكون في الكاري انا بالنسبه ليا كاع ما يعطي لاسيست، الشبكه عنده ذكابي عامري يضرب على الضف مدافع ويدخل ما عندش مشكل. اذا لاعب من المستوى الكبير، هادشي احصائيات ديالو، شوفوا احصائيات 50 بيت مع الفرق اللي لعب معاها، اجي شوفوا الاحصائيات ديالو مع المنتخب. لما المنتخب العراقي بعد اول حاجه الهداف ديال دوره الخليج اللي فازت بها العراق الدوره الاخيره، ومع المنتخب احصائيات مع المنتخب لعب 56 مباراه مع المنتخب سجل 23 بيت. 23 بيت راه ماشي ساهله، 23 بيت راه ما عندنا احسن هداف واقيلا كاع واقيلا احسن هداف مع المنتخب راه ما وصلش ديك 23 24 شي حاجه بحال هكا، يعني انه هو راه هداف كبير تبارك الله، قوه بدنيه كيلعب لي دو بي وعنده ضربات راسيه قوي عليهم قوي فيهم، كيلعب كره كيضرب البالون يعني من نوع يقدر يلعب حتى في ستيل تاع الدرجه. فهذا لاعب اللي هو وكانت عنده عروض، كانت عنده عروض اخر ملعب لعب ربما فريق اماراتي اللي هو الجزيره، تصور كان كياخذ معاهم مليار ونص في العام، مليار ونص. وهو دابا في النيه ديالته هو في الدماغ ديالو انطلاسي انه خص يخرج من ذاك المحيط الخليج ويمشي شي محيط اللي قريب لاوروبا، وهذا الشيء علاش فكر هو ربما كانت عنده النيه يجي اما لتونس ولا للمغرب، باغي شي بلاصه اللي تقربوا للمناخ ديال اوروبا ويقدر يحترف. 27 عام راه باقي صغير، 27 عام يقدر يدوز عام افانتويتو يقدر يحترف لارجومون، سيرتو هاد البوست ديال افانسونتر مطلوبين واخا يكونوا كبار. راه شفنا كاين شحال من عام راه داتو بايرن اخريان، ومن غيره ومن غيره ومن غيره هو ابراهيموفيتش حتى يلعب لي بوست ديال افانسونتر مطلوبين. اذا فكنتمنى ليه كامل التوفيق، وكنتمنى ان الرجاء تفيناليزي معاه، لان باقي ما وقعش. كاين صفحات اللي خرجت كتقول بانه وقع، راه باقي لا السيد ما وقعش، السيد باقي على ما سمعت بانه غيجي نهار الاربعاء. نتمنى انه غدا ان شاء الله يجي غيزو معاه في البلاصه، انا ما كنتش بحال هادي سيني معاه في المطار، لانه تبارك الله سي تون فالور سيغ، وغادي يهنينا من هذا البوست اللي بكينا عليه، بكينا ماشي غير نقولنا بكينا عليه، شحال من عام حنا كنبكيو على هذاك البوست من نهار مشى مالونغو اكثر من 4 سنين. فتحيه للناس اللي سهروا عليه وكنحييهم وحنا معاهم، وان شاء الله ربي غادي يعني ان شاء الله غادي يوفقنا مع هذا السيد هذا.